دلاريوم. انت وتاليتها معاك لمتى بتتمين على هالحاله؟ خلاص يا يما، اللي صار صار. من عقب الانتخابات وانت ما تتكلمين مع احد، ما قمنا نسمع صوتك. تحكي يا يما، مو زين اللي قاعده تسوينه بنفسك. دلال حبيبتي، انا قاعده اكلمك. دلال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمك يا سعود، الله يرحمك. كنت قاسي علينا كلنا يا يبا. بدونك هالبيت ما يسوى شيء. ما كنت أتوقع أن أول قضية أواجهها تكون قضيتك، والمجرم اللي قتلك لازم ياخذ جزاه، والشرطة لازم توصل حق هالمجرم، معاي أو بدوني. لازم الحقيقة تنكشف ونعرف من اللي قتل أبوي. منو؟ نورة. نورة، أنا واجد في زعلان. كلنا زعلانين يا بنتي. أنت بعد زعلان واجد صح؟ زعلانة وايد. بس تدري متى ما أكون زعلانة؟ إذا الشرطة عرفوا من اللي قتل أبوي. إن شاء الله الشرطة أمسك هذا المجرم سوي بابا سعود موت. أنا عارفة، عارف من اللي قتل أبوي، بس الشرطة مو مصدقيني، عبال من ياهل وما أفهم شيء. أنت عارف منو هذا مسوي بابا سعود موت؟ خلها قلعتها، إن شاء الله يشنقونها بعد نفتك منها. حبيبتي غادة، التهمة لابستها لابستها، لا تخافين، أفا عليك، وهذا اللي اسمه فواز الشرطة بيرونه مثل الكلب. هذا اللي تمنيته، ونضرب عصفورين بحجر. قلت لك ما راح أقول لك، وما لك شغل بهالسالفة. نورة، أنا واجد في كوف. نورة، أنا لقفنت في بابا سعود قرفة، أنا واجد في كوف. لا تخافين، ما راح يصير لك شيء. لا نورة، أنا كوف هذا مجرم يسوي أنا موت، أنا ما بيقدر مني، أبر بلد ملانا. ولا روح روح شوفي شغلك، شو بيسوي فيك يعني؟ روحي روحي. أنا جبت البيزات وياك؟ رابح اصبر شوي، انا ترى سويت سالفه كبيره بالبيت وسبه هالورث هذا، سالفه يبي لها صبر شوي. ترى صبري لحدود. تعال يا ابو، تعال ما قاعد اضحك معاك. انا رابح حبيبك، اقول هلا. ابي اولسك صج؟ يا حلو، تعال خلينا نكمل وناستنا. شيء طبيعي ان اغلبهم يتهمون حرام. ليش طلعوك؟ لانهم يعتبرون واحده ذخيره عليهم، واحده مو منهم، واحده تخطى خط متروس ذهب وفلوس. كلامك صحيح طلعوك. انا بروح الحين، ابيك تستدعي فواز مدير مكتب سعود الله يرحمه وتواصل معه التحقيقات. ابشر طال عمرك. جمال. نعم طال عمرك، تامرني بشيء؟ لا تنسى ان في ناس ثانيه ما لهم اي صله قرابه بالمرحوم سعود العوم، ممكن يكون محل شك ولازم نحقق معاهم. مثل منو طال عمرك؟ يعني مثل الخدم اللي يشتغلون مع سعود بالشركه، المحاسبه، السكرتاريه، الكل. الكل لازم نحقق معاهم وناخذ اقوالهم. صار طال عمرك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. هلا غالي، هلا احلى من زمان. طيبه
تشربون شيء استاذ سالم؟ شو شيء غاده؟ لا شكرا. واخيرا كل هالعز هذا بيصير لك انت بروحك، يعني انت المسؤول الاول والاخير. هذا كله من دعواتك لي يا حياتي. بس ها بتنسى زوجتك حبيبتك؟ زوجتك ترى ما يبي لها شيء غير هدية ثقيلة تعبر عن مستوى حبك لي. انا انساج انسى عيوني مركب اللي امشي فيها يا حياتي. انت اصلا كل اللي تشهديها. كانوا يعاملوني بطريقة مو حلوة، ما حد يرضى يسمعني ولا حد يرضى يتكلم معي، ما يدرون اني انا حبيت اسعود لنفسه مو علشان فلوسه، والفلوس كانت بين يدينهم. انا ما بلا سعود، ولو حين سعود يرجع لي بترك لهم كل شيء، حتى الفلوس اللي كانوا يعتقدون اني انا متزوجة سعود علشانها. يعني معنات كلامك انك انت تحب من سعود؟ ليش؟ يعني ما يصير الوحدة تحب واحد حتى لو كان اكبر منها؟ بعدين سعود ما كان كبير وايد بالعمر، وانا كنت احبه وايد، وهو الحب الاول واخير في حياتي. ايش كنت تحبين فيه؟ انا اسف اني تدخلت بخصوصياتك، بس هالاسئلة مطلوبة بالتحقيق ولازم نعرف كل شيء. كنت اتمنى بيت وريال يحبني ويحن علي، وسعود كان يحبني وايد، كان ذكي وشخصيته قوية، كان كل شيء فيه يعجبني الا الا شنو؟ الا قساوته على العيال وبعض الاحيان واللي حوله، كان كله يسمع كلامي الا مرة واحدة شك فيها فيني وياني البيت وترجاني واعتذر مني عشان ارجع معه، بس انا اللي ما رجعت، ما بدا يتهنى، يا ريتني رجعت معه عشان على الاقل قضيت معه ليله واحده، بس كل شيء انتهى. الله ما اراد اني اطول بيها، هذه حياتي كل ما فيها مر. يا ان شاء الله ان شاء الله يا بنت ان شاء الله يا بنت الحلال. تذكر الله اول مره التقيت فيها مع سعود كانت بالمطعم اللي انا اشتغل فيه، طبعا مطعمه، بس انا ما كنت ادري ان هذا مطعمه، ولا كنت ادري ان هذا سعود الحون رجل الاعمال اللي يملك الشركات والمطاعم والحلال، ولا عمري كنت من البنات اللي يكونون علاقات مع شباب. بس لما تزوجت سعود حسيت بالأمان، بالرغم انهم كانوا يحذروني من وايد. اخت حنان، تقدرين تقولي لنا من اللي كان يحذرونك منه بالضبط؟ عمتي وصديقتي نوال، بس كل هذا تغير. لما دشيت حياتي سعود ارتحت معاه وحسيت بالأمان وحبيته من كل قلبي. كنت أحاول أخفف عنه ضغط الشغل، وكنت بكون له الزوجة المثالية، وبوصل له أن مرض السكر هذا أمر طبيعي يعيشه أي واحد، كنت أبيه يواصل حياته حالة حال أي إنسان ثاني، كنت أبيه يعيش بسعادة، كنت برسم بسمع على شفايفه. ايه بس للاسف ان الكل يقول ان في علاقه بينك وبين فواز. انت تعرفين فواز؟ فواز موظف معي بالشركه وزميل عمل وبس، وشي طبيعي اي وحده تكون موظفه
يكون معاها زميل عمل معاها. علاقتي معاه كانت بحدود الشغل وبس. وسعود كان يغار منه لأنه كان بسني. بس أنا أكد لك علاقتي مع فواز كانت بحدود الشغل وبس. بس الاتهامات كلها ضدك وضد فواز. الكل يتهمكم أنكم قتلتوا سعود العم. الكل يبي سبب. وهذا أفضل سبب لهم عشان كلهم يتهموني فيه. يا حضرة الضابط، أنا وفواز بريئين من كل هالتهم. إذا مو أنت ولا فواز اللي اقتلوا سعود العم، عيل منو؟ ما أدري. صدق ما أدري. شو أقدر أسوي معاك يا بدر؟ تعبت معاك وايد. أنت مو بدر اللي أنا أعرفه، حسافة. حسافة يا بدر، أشوفك وأنت في هالحال. شو اللي أقدر أسويه معاك علشان أردك بدر الأولي؟ يا بنتي المحامي وعدني وان شاء الله تطلعين وتعيشين بين عمك وعمتك مثل اول. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تصبري يا حنان تصبري. خليه يبارك بالله قوي حنان. حنان خليه يبارك بالله قوي. ان شاء الله. حنان. وانت بس هذا اللي حامك؟ ها انت قاعد؟ انا قاعد. تدرون عاد ان الشرطة لازم تحقق معاي انا بعد؟ بس انا من عاد عادي، انا ما يهمني التحقيق. انا اللي يهمني انهم يعطونا تصريح الدفن. خل نوزع هالورث هالحلال وكل واحد ياخذ نصيبه ويرتاح. بيعطونكم تصريح الدفن، بس اسمع، لما يحققون معاك الشرطه ما بيك تلخلخ وتصير اسعفه، لان ادري انت بتضيعنا لانك فضيحه. لا تخاف. الله يسلمك. عروف، هلا. اخذه وصله بيتهم وحط بالك عليه مثل ما وصيتك، لان هذا بنقنا المتحرك. حاضر يا ديناصور. يا حضرة الضابط، انا من النهار مخليني هني، وكل الاسئله اللي سالتوني اياها جاوبتكم عنها. خلاص خلوني اروح. فواز، لازم تعرف انك متهم بالتآمر مع حنان بقتل زوجها سعود العوم. لا يا حضرة الضابط، هذا اتهام خطير وما في ادله تديني. أنا الحمد لله ابتعدت عن سعود العم لمدة طويلة، والحمد لله صرت أشتغل في مكان ثاني وألقى راتب أحسن من اللي كان يعطيني يا سعود، والحمد لله ما بيني وبين أي شيء. علاقتك مع حنان خلت سعود العم يطردها من بيته، معناته أن سعود تأكد أن في علاقة بينك وبين مرته حنان. إيش علاقتي يا حضرة الضابط؟ ماكو علاقة ولا شيء، بس سعود الله يرحمه كان يغار مني لأنها بسني وهو كبر أبوها. فواز، تقدر تقول لي شو اللي دار بينك وبين سعود العوم اخر مره زرته فيها في المكتبه؟ انا يوم رحت له اخر مره عصب علي وطردني،
وما عطاني فرصة إني أدافع عن نفسي. موقفك صعب يا فواز، إذا عندك أي معلومات قل لنا إياها، يمكن نقدر نساعدك. بس ها، إذا خشيت عنا أي شيء موقفك بيصير أصعب وراح تلحق حنان. قلت لكم أنا بريء، أنا بريء، ليش مو براضين تصدقوني؟ فواز أنت لازم تعترف. بتعترف يعني بتعترف، لأن الحقيقة في يوم من الأيام راح تنعرف، والمجرم لازم يأخذ عقابه. يا حضرة الضابط، أنا كرر برأيي مرة ومرتين وثلاثة، أنا بريء وما عندي أي معلومات تفيدكم. زين يا فواز، تقدر تمشي الحين وقدامك كم يوم تفكر فيهم، يمكن تتذكر شيء يفيدنا بالتحقيق. ما قصرت يا حضرة الضابط، مشكور. ايش رايك يا جمال؟ تبي الصج طال عمرك؟ ما اعتقد ان حنان ارتكبت الجريمه ولا حتى فواز. في شخص ثاني ارتكب الجريمه ومو قادرين نوصله. تصدق همان عندي نفس الاحساس. عموما سلم جثه المرحوم حق اهله اليوم وتابع اجراءات التسليم بنفسك. ان شاء الله طال عمرك. الو نعم، ها طال عمرك. لا اصدر قرار بتسليم الجثه اليوم. اي نعم، للاسف للحين ما عرفنا القاتل منه. براسك يا دلال. يا دلال هذه مو نهاية الحياة. أنت إنسانة عاقلة ومثقفة والناس كلها تحسدك على هالأشياء. توك تذكرني يا نواف. أنا ما أبي أتكلم بالماضي. أنا كنت قريب منك. أنت اللي كنت تبتعدين عني. وانت لو كنت باقي على العشرة كان ما تركتني ورحت. انا مو جاي عشان اتكلم بهالمواضيع. خلاص الحين عندك اللي تحبها. نسيتني يا نواف حصاف. يا دلال انسي الماضي وانسي شيء اسمه نواف. انا يعز علي ان اشوفك بهالحالة، بس انا متأكد انك قوية وان شاء الله بتعدين هالمرحلة بسلام. نواف عندك منها عيال. يا دلال انا يا عزيج ما له داعي حق هالكلام. جاوبني، عندك منها عيال؟ المرة حامل. مرتك حامل؟ يا دلال اللي كان بيني وبينك 10 عمر مستحيل ان انسى ايامي وياك. نورة حبيبتي لا يكون تزلين قدام احد وتقولين الحج اللي توج قلتي لي. خلي هالحج يصير بيني وبينك. الشرطه يا يما ابخص بشغلهم، هم عارفين ايش قاعدين يسوون. صدقيني حبيبتي انا خايفه عليك، بتدخلين نفسك بمشاكل انت مو قدها. لا تقولين خالتي ما قالت. لا تخافين يا خالتي، انا قاريه وايد بالقصص البوليسيه وافهم اكثر من الشرطه. نورة حبيبتي واللي يسلم عمرك لا تعورين قلبي. انا اكبر منك، انا خالتك حبيبتك، افهم عنك يا يمه وابي مصلحتك. كان عندك اي معلومات بخليك تقولينها قدام الشرطه، بس مو كذي قدام العالم واحد يسمعك. الا صدق ما قلتي لي انت صدق تعرفين القاتل؟ منو
مو متأكدة بس أعرف كل اللي صار. إيش تقصدين يعني؟ ماني فاهمة. آسفة يا خالتي، ما أقدر أقول لك. عيل سكتي ولا يكون تبطلين حلجك قدام أحد، فهمتي؟ إن شاء الله. هفي على الشاطرة، هفي على حبيبتي. دلال، أنا لو ما كنت أعزك ما جيت وعزيتك. ترى العشرة ما تهون إلا على عيال الحرام. نواف، لو أطلب منك طلب علشان أعرف قدري عندك سوي؟ إذا أقدر أكيد بسوي، ليش لا؟ ترجعني ونعيش مع بعض نفس ما كنا. يا دلال، لا تنسين أن أنا مرتبط بإنسانة ثانية، ومثل ما قلت لك هي الحين حامل. قاعد تطلبين هذا صعب، ما أقدر أسوي. دلال، لا تفهميني غلط، أرجوك. أنا اللي بغيت أقول كافي كافي. دلال، عمي نواف، عمي نواف. هلا نورة، عظم الله أجرك. أجل ناجي. عمي، شو اللي صار بينك وبين أخت دلال؟ اللي صار تبيني أرجعها، وهذا شيء صعب. أنا في إنسانة أحبها وتحبني، وإن شاء الله بتكون أم عيالي. إذا كان زوجتك تحبك، ما أعتقد أنها راح تمانع إنك ترد أختي دلال. يا نورة، أنت صغيرة ما تعرفين شنو الزوج يجيب شريكة على زوجته. عظم الله يجرك. كلهم عبالهم أنا صغيرة، شلون أفهمهم أني أنا عارفة كل شيء؟ يا حضرة الضابط، الاتهامات اللي قاعد توجهها لي هذه مجرد كلام وبس، ما عندك أي دليل عليها. بس يا بدر، إحنا لو سمحت يا حضرة الضابط، أنا خلصت كلامي وما عندي أي كلام ثاني أقوله لك. تسمح لي أمشي ولا عندك شيء ثاني تبي تقوله؟ تقدر تروح بيتكم، بس أنا وعدك يا بدر راح نلتقي مرة ثانية. الله يسلمك. وين نقيب جمال؟ مايوز مايوز، من السؤال تبدأ. بس تدري الجو وايد عجيب. ايه الجو حلو اليوم، الجو حلو. عطنا من اللي بيدك هذا. مو منك الجو حلو. برد برد على قلبك. برد أوي برد، وأنا مبرد على قلبي من مساع. أحسن شيء هالأيام إني ما قاعد أروح الدوام. مو هذا اللي أنت تبي؟ ما علينا. بدران، صار على موضوعي. المبلغ اللي تبيه بيوصلك وفوق بوسه، بس انت عاد اهم شيء ضبطنا بالليل يكيف المزاج. حاضر، من اللي غيركم انت وهاموري، واللي تبونه يصير، واللي مع رابح دوم رابح. الله يسلمك. وين الدفتر؟ أكيد ماكو غيرها. غادة. يا معقولة؟ معقولة أختي نورة تكتب عني وعنك الكلام هذا؟ أنا خابر نور عاقل. يا اقرأ الحين.
الحين كمل بس علشان تصدقني. كل الأشياء هذه كتبتها؟ أنا اللي محيرني، شلون عرفت كل هالأشياء اللي إحنا مسوينها؟ عطني الدفتر هذا، عطني خلنا نفهم مثل المرة اللي فاتت. هذا هاتي ولا تسوي لنا سالفة. عطني الدفتر. الشرطة وقرت اللي مكتوب في الدفتر هذا بنروح فيها. هاتي أسوي لنا سالفة. هاتي هذا يا وادي ما أنت. هذا كلام يا هال، الشرطة ما راح تعترف فيه. بعدين لا تخافي، نورة قاصر ما لها شهادة في المحكمة. سالم اصحى، نورة بالغ لها شهادة في المحكمة. لا نورة اللي من الحين هي صغيرة، ما في داعي الكلام هذا. بعدين هذا مجرد كلام، ما في أدلة، ماكو شيء يدينك أو يديني. ردي مكانه وسمعي كلامي. خلاص يا سالم، الحين أرد غادة. انت صاحية؟ صاحية الحرامية. انت شلون دشين غرفتي تاخذين الدفتر؟ دفترك؟ هاك هذا دفترك، بس اياني وياك تكتبين عنها الاشياء مرة ثانية. شنو تبين ندش السجن؟ انت وحدة غاية ادب ما عندك احساس. شو الحكي هذا يا نورة؟ عيب؟ يلا طفي الليل ونامي وخلي الليل تطوف على خير. يلا أبوي كان عايش تقدرت تسوي فيني كذي؟ مستأنسين؟ لا طايرين. اسمع حيل. شوفني ربوح قاعد أطير. دير بالك لا تعرف السقف. من زمان وأنا بخاطري يكون عندي شاليه كذي علشان أعزم ربعي ونستانس. منو ربعك؟ أنا، مستر رابح، مستر أنت. خلاص عيالك اليوم قعدتنا في الشالة. لا 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 لا، أنا من رأيي ما نهني مرة ثانية. ليش؟ أخاف يطبون علينا المباحث، ولا تنسى إن قاعد يحققون مقتل أبوه الله يرحمه. نجي أدري إنهم للحين يحققون مقتل أبوي. القانون لازم ياخذ مجراه. الله يسلمك. إلا قول لي بدران، هم للحين ما عرفهم اللي قتل أبوك؟ ماكو غير حنانة وزوجته وكاي مقطوطة بالسجن، وباشر بتاخذ يزاها. لا تسكتون عن هذه السالفة، هذا أبوكم سعود العوم الله يرحمه، وهذه النذلة لازم تاخذ يزاها. حلان انت بتطلعين الحين، لكن تأكدي اذا كان لك يد بمقتل زوج سعود العوم فانت راح ترجعين عندنا مرة ثانية هني. بس تأكدي يا حضرتك. تقدرين تفضلين. ما في ادلة ملموسة عليها، كل اللي عندنا مجرد اتهامات، ما في أدلة قاطعة عليها. كلامك صحيح طال عمرك. طيب مذكرات سعود ما لقيت فيها أي شيء؟ مذكرات سعود عبارة عن مجموعة من الألغاز، لازم تفك الرموز والألغاز عشان تفهم وش مكتوب فيها. ليش سعود العوم كتب مذكراته بالطريقة هذه؟ أكيد كان حاسس أن حياته في خطر. الحمد لله ظهر الحق، ظهر الحق يا بنيتي. إن شاء الله ترجع حياتك أحسن من الأول وتعيشين حالك حال البنات إن شاء الله. يعني
الله يسمع منك، انت ابوي وهذا يوم. ومدام نوال حبيبتي معي اكيد ما راح يكسر لي شيء. يا حنان انسي الماضي، قط الماضي ورا ظهرك، خرد مثل ايام قبل، نطلع ونتمشى. السلام عليكم. سلام بابا. بدر موجود؟ موجود بابا. نادي ولي عافيك. بابا بدر، بابا بدر، بابا بدر. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك يا ابوي؟ هلا بدر. الحمد لله. شلونك بدر الحين؟ الحمد لله احسن. بدر حب غناك شوي. ايش تبون بعد؟ مو كافي الكلام اللي خذيته مني من قبل؟ شوف بدر، انا اعتقد ان اكبر مشكله كانت في البيت هذا هي مشكلتك مع ابوك. عدل كلامك يا حضره الضابط، بس اعتقد ان هذا شيء طبيعي ان الابو يختلف مع ولده. ابوي الله يرحمه ظلمني وايد. بدر انت تكره ابوك؟ انا ما اكره ابوي، انا اكره اللي سواه فيني. وحين الوالد توفى الله يرحمه الموضوع بالنسبه لي انتهى، واللي راح راح. اذا كان ابوي الله يرحمه اخطا في حقي في يوم من الايام، فرب العالمين ياخذ حقي منه يوم القيامه. لهالدرجه تكره ابوك؟ حضره الضابط قلت لك انا ما اكره ابوي، لكن انا قاعد اقول لك الصدق، ولا تبيني اكذب عليك؟ انت ليش ما قمت تروح الجامعه؟ مو محتاج لها، انا ولد العوم. ماما هذا صرت كل يوم يجي، شنو يبي ماما؟ أبي تمون يجون كل يوم لين يعرفون منو اللي قتل المرحوم مسعود، مع اني متأكدة ان ما حد سواها غير حنان. اخ بدر، تقدر تقول لي من فيكم اللي عرف ان اللي ياخذ قطرة العين في ابرة في الوريد ممكن تذبح؟ العائلة كلها. العائلة كلها؟ شلون؟ ابوي الله يرحمه عطى الكل طريقة قتله. عفوا، ممكن توضح أكثر؟ في يوم من الأيام كانت العائلة كلها مجتمعة، أختي الصغيرة قالت حق أبوي ما تقدر تأخذ القطرة هذه بإبرة علشان تعالج عيونك بسرعة. قال لها أبوي الله يرحمه أنا لو أخذ القطرة هذه بإبرة في الوريد تذبحني بلحظة. بدر، أنت متأكد من الكلام اللي تقوله؟ هذا اللي صار، كل العائلة تعرف أن أبوي ممكن يموت بهالطريقة. حين تبون شيء أنا أذنكم عندي شغل. قبل تروح يا ريت نادريته وخالتك تهاني نسألهم شوي. إن شاء الله. حاضر، استريح. ريته، ريته تعال يا بيسألونك شوي، ونادي خالتي تهاني معاك. أنا أذنكم. احنا راح نسألك كم سؤال. بابا انا ما في معلوم. بابا ما في معلوم. ريتا، من ممكن يدخل غرفة بابا سعود ويسوي اللي سواه؟ يعني انت ما شفتي احد؟ ما تعرفين شيء؟ بابا انا ما في معلوم. بابا ما في معلوم. بابا ادري 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 انت ما اش ذنب اللي صار كله، بس اذا تعرفين شيء قولي لي. بابا انا ما في، انا اقول بابا يمكن حرام يجي يسوي بابا سعود موت. يا ريتا، ما في شيء باق من البيت، هذا في واحد قاصد انه يقتل سعود، واللي قتل سعود ريال او مرة. اذا تعرفين شيء قولي لي. بابا بابا انا ان شاء الله في موت، انا ما اعرف. بابا انا اعرف، انا اقول بابا ما اعرف. انا خلاص
روحي نادي ماما تهاني. كمار ايش فيك ايش فيك انت؟ هذا هلال هذا كل الشرطه ليش داخل البيت؟ ليش شرطه داخل البيت؟ ليش شرطه داخل البيت؟ اقعد كمار انت ليش خايف؟ اكيد مسوي شيء. لا 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 بابا انا ما يسوي شيء، كل انسان ما يسوي ما يسوي ما يسوي شيء. يا كمار اعترف اكيد مسوي شيء وما تبي تقول، اعترف انا اقدر اساعدك، انت اقدر اساعدك. انا ما يسوي شيء ما يسوي شيء، انت عرف انا اكو بچه اكو ماما، انا ما يسوي شيء. يا كمار اقعد 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 كمار قول لي عشان اقدر انا اخفف عليك الحكم، بدال هذا ماكو اعدام، ماكو اعدام. انا ما يسوي اعترف. والله ما يسوي زي بابا ما يسوي زي كلش. يا كمال انا شايف من عيونك انت قاعد، انا حاس انك انت مسوي مصيبه كبيره. يا كمال مو مصلحتك ما تبي تقول، قول. انا ما يسوي زي بابا، انت انا فقير مسكين ما يسوي. خلاص هذا اخر كلام يا كمال، ما راح تعترف. آخر كلام ما يسوي زي كيف. يا شرطي تعال اخذ ود النظاره يلا. إنو أنت منو وديني نظارة؟ أنا المحقق كونان، أعطني 100 فلس. شلون حديتوها؟ أنا متأكدة إن حنان إيه القاتلة، شلون تحدونها؟ ما عليها أي دليل، وما عندها أي دافع مادي خليها تسوي كذي. حنان لما تزوجت سعود ما عمت منها عيال، فشو اللي خليها تسوي كذي؟ الكم قطعة ذهب شراهم لها ولا البيت اللي شراه حق أهلها؟ عيال إذا حنان ما كانت القاتلة ممكن تقول لي من القاتل؟ أنت. أنا؟ أنت وكل الموجودين في البيت تعرفون القاتل منو؟ أنتوا اللي عندكم الجواب. بس أنا متأكدة، أنا متأكدة إن حنان إيه اللي ذبحت سعود. ما في على لسانكم إلا حنان، وحنان ما في عليها دليل مادي واحد. أنتوا بالبيت تعرفون منو القاتل. أنا اللي تعبت وشقيت وربيت، فلس واحد ما راح أحصل، لكن إيه شاطرة لعبتها صاحب بنت إبليس، خططت لين وصلت للي إيه تبيه وصارت شريكة بالورث. الكلام اللي قلتيه كلام خطير. كلام خطير يا حضرة الضابط، ليش إني أقول الصج؟ كلام خطير، ليش اني اقول اني ضحيت بشبابي علشان اربي عيال اختي؟ ثالثي واحده من برا تاخذها بارده نبردها؟ تاخذ نصيب اختي؟ اختك الله يرحمها ماتت، والحي ابقى من الميت. ما كان لازم يتزوج هالشايب، ما كان لازم يتزوج واحده كبر بناتها. السلام عليكم. عليكم السلام. انتوا منو؟ احنا شرطة. يعني شنو الشرطة؟ تعال فهمي. والله يبا احنا اللي نصيد الحرامية. احنا مو حرامية. والله يبا ما حد قال انك حرامي. اي عطني مت فلس ان شاء الله بعدين. اقعد 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 شرطة ما يعطني فلس. بعدين اسكت هذا الشرطة هذا. كمار ما لاحظ شيء غريب ليلة الجريمة؟ لا 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 بابا انا ما يشوف ولا شيء هنا. يعني ما لاحظت احد داش، احد طالع، ما لاحظت اي شيء غريب هالايام اللي طافت؟ لا 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 بابا ما في كلش ما في شيء. كمار اذا تذكرت شيء او لاحظت شيء قل لنا. حاضر ان شاء الله. انا لاحظت شيء. شو لاحظت؟ الحين اقول لكم اكو واحد. اخلص خلصنا خلصنا تحكي. زين انا لاحظت إيه؟ من مات عم سعود انقسم من فلوسي 100 فلس، عطوني 100 فلس. حنان ايه اساس البلد؟ ايه اللي قتلت ابوي؟ هذه شلون يهدونها؟ سالم اترك عنك هالموضوع هذا، خل كل شيء على الحكومه، الحكومه تعرف شغلها، وخلنا في الاهم. ايش تقصد؟ اقصد الورث. انا اقول قسم الورث وخلونا نفتك، كل واحد ياخذ نصيبه ويروح في حال سبيله وايد احسن. بدر انت نيت؟ ايش الحكي اللي قاعد اسمع منك؟ لا يكون تقول كذي مرة ثانية، كل شيء بيتم على حاله.
شون يعني كل شيء يتم على حاله؟ خالتي رجاءً طلعي من الموضوع أنتي. أولاً أنتي مالك نصيب بالورث، ثانياً أنتي مو من عائلة العوم، شاكم دش شروحك؟ ياه فيها زعلت؟ اللي يقول الصج بهالبيت زعلون منه، بعد شارة قال كذي؟